موظفي الأشباح. موظفي الأشباح الحكومة عندها نية لمواجهة هذا الموضوع، ومن يعني التعهدات ديالها هو إصلاح الإدارة، على اعتبار أن الإدارة آلية من آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وآلية من آليات محاربة الغش والفساد إلى غير ذلك. فهذا محور اللي كتعطيه الحكومة الأهمية دياله، وسوف يتم إقرار مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة. طبعا خاصة أن اليوم نمتلك فضاء مشتركا مع النقابات، اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي، واللي بلا شك يعني حتى شي واحد ما كيعجبوش مثل هذه الظواهر.